هذا بزاف عليهم فيما مشاو الفساد. خص الدولة في هذا الأمر ديال الأمن والاستقرار ديال الوطن ما فيهش تسامح، ويتخذ بعين الاعتبار ويتخذ كأولوية. راه ما يمكنش المغاربة يبقاو عايشين وهما معدين في حياتهم اليومية. وحنا كندوقو ناقص الخطر كنحملو المسؤولية ديال هذا الشيء في العرايش ياك. إلا عندكم ولاية الأمن خص السيد ولي الأمن يهبط العرايش ويحرك الناس ديال الأمن العرايش. راه هذا الشيء اللي انتم مدينة صغيرة، الشلابية فيها باينين، القتالة فيها باينين، الكيكريسي وباينين، يديروا حملات مشاطية ويهلوا المواطنين، هذا الشيء ما كيحصلش. نتمنوا ليه يكون تكون الامور صحيه 100 اداه في صحته. وخاص الاخوان في المكتب الاقليمي كما قال رفيقي انهم ياخذوا جميع الاجراءات باش يساندوا ويدعموا احدنا في هذا القطاع. بغيت نفتح القوس قبل ما نعطي الاخت والاخ الكلمه. اولا شنو كنديروا حنا كمجموعه الكونفدراليه داخل هذا المستشري؟ طبعا انتم كتشوفونا في التلفزيون ثلاث عندنا واحد ثلاثه دقائق كنطرحوا فيها اسئله على بعض الوزراء، وعندنا سؤال في الاسبوع ما عندناش اكثر، ما عندناش الحق اكثر من ثلاثه دقائق في الاسبوع، لان حنا مجموعه عندنا اربعه كيعطيونا ثلاثه دقائق كل اسبوع. خصكم تعرفوا كيفاش كيتوزع داك الشيء ديال لا المداخلات ولا اللوجيستيك ولا الادوات ولا اي حاجه. كيتوزع شحال عندك ديال الاعضاء داخل مجلس المستشار، شحال عندك شحال كتاخذ، كيحسبوا داك الشيء بالسنتيم بالمليمتر كذا اربعه شحال كتجيب. اغلب المتتبعين كيشوفوا البرلمان ومجلس المستشارين تلفزيون، اخرين نهار اثنين اخرين نهار ثلاث كيسالوا الوزير والوزير كيجاوب الكوره ويمشيو بحال هكا. هذه هي الفكره اللي عند اغلبيه المواطنين، راه سولوه راه جاوبوه ما اش قال اش قال. احيانا كيكون في ذاك الجواب حل بعض المشاكل، ديك الساعات كيلتزم الوزير، واحيانا كيلتزم. خص المتابعه والمراقبه ديال البرلمان لهذا الحكومة. ما كاين اشياء اخرى اللي ما كيعرفهاش المواطنين، هي الاشتغالات في عده مجالات. نعطيكم مثال في اللجان، عندنا سته ديال اللجان داخل مجلس المستشارين، حنا اربعه ديال الاخوان، دونك باش نتفرقوا على سته ديال اللجان، اولا كل واحد فينا رسمي في اللجنه ديالو، كل واحد واخد لجنه، بقاو لنا جوج اللجان ما بقينا ليهم حد، ياك خصنا ندبروا على شي جوج كيما شي. الوغ شنو كنديروا؟ ملي كيكون عندنا الحظ كيكون برمجة ذاك اللجان اللي ما فيهمش حنا مبرمجين الشغل ديالهم في اليوم الصباح كنحضروا فيهم. والبرلماني عنده الحق يحضر في جميع اللجان. كاين الاعضاء الرسميين في اللجان ولكن الاعضاء الاخرى اللي يمكن يمشيو يحضروا ويسولوا الوزير ويديروا اللي بغا. كاين المجال الثاني هي الاسئله الكتابيه، يعني جميع المشاكل عندنا الحق كبرلمانيين نسولوا الوزارة جميع المشاكل. وهنا كنقول للاخوان العرايش لا الجهه ديال المكتب الاقليمي الاتحاد المحلي ولا انتم كقائد، اليوم حنا كنهضروا ماشي برسميات، ما كاينش جهاز فوق جهاز فوق جهاز، حنا منفتحين على الجميع. جميع الملفات اللي كتهم الشان العام المغاربه بالدرجه الاولى، لانه حنا كنعتبروا نفسنا كمواطنين عايشين في هذا البلاد، واللي قاس البلاد قاسنا حنا، واللي قاس الفقراء ديال هذا البلاد قاسنا حنا، لانه حنا منهم، حنا اعداء الفقراء. خصكم تعرفوا هذا الشيء. حنا كيف تا وصلنا للبرلمان؟ باش تكونوا عارفين هذه القضيه، حنا مناضلين بحال الحكومه، انا كان يمكن نكون جالس تمايا، ياك مناضل كتيب ديال القطاع، كان ناضل كان دابز كان فاك الصباح كذا بحال كنديرو. يعني ملي كتجي انتخابات ديال اللجان الثنائيه كترشحوا كل واحد في القطاع ديالو، انا ترشحت في القطاع ديالي، انا ترشحت في القطاع ديالي، هذا ترشح في القطاع ديالو،
لي أعضاء لجان تمرين كانوا بدون قطاع ديالنا في القطاع اللي كنشتغل فيه. كيولي انتخاب ديال هادوك أعضاء لجان التمرين مجلس المستشارين خصك تكون ديليغي بيرسونيل أو عضو لجان الثنائية في الوظيفة العمومية باش يكون عندك الحق ترشح مجلس المستشارين. كيفاش دارت اللائحة اللي لقينا حنا نفسنا فيها؟ دارت لائحة بشكل ديمقراطي، وهذا الشيء خصكم تهزوا فيه انتم في الكونفدرالية، ما كاينش شي لقب أخر، أنا نقول لكم تهدى أي لقب. دير انتخابات في مجلس وطني ديال لا سي دي تي، وكل قطاع يعزل المناضلين ديالو ويولي المجلس الكونفدرالي يصوت على لائحة وتعطاها الترتيب رقم واحد رقم جوج. حنا عمرنا قلنا نحبو نكونو مجلس المستشار، وما عمرو كان عندنا شي طموح زعما النهار اللي دينا النضال قال انا بديت في 86، ما عمرني كنت كنقول زعما غادي الماضي وغادي نوصل لمجلس المستشارين، جامي ما عمرها كانت عندي هذه الحلم في دماغي وكذلك الاخوان. دونك الممارسه الديمقراطيه داخل نقابه الكون اللي خصنا نحلوا على ان نحافظوا على هذه الممارسه الديمقراطيه ونعزوها بالنضالات ديالنا داخل المنظمه. هذه الممارسه الديمقراطيه اللي عطات لائحه، حنا بفضل هذه يعني الثقه ديال الاخوان أعضاء المجلس الوطني، والنهار اللي كانت اللائحة راه صوتوا عليا نتوما أعضاء اللجان الثنائية في المغرب كله، كاين اللي ما كيعرفناش كاع، واحد العدد كبير من الناس اللي صوتوا عليا ما كيعرفوناش، ما يصوتوا على النقابة ديالهم. حرصنا كنتمنى نكونوا متوفقين في هذه القضية، هو حرصنا أننا نبقاو مبدئيين نمثلوا الأجراء اللي تاقوا فينا والمنظمة اللي تاقت فينا، نبقاو هاد الثقة تكون دائما أمام أعيننا، دائما هو الهدف الاستراتيجي ديالنا كممثلين ديال الأجرة. خصكم تعرفوا أنه البرلمان بالنسبة للمغاربة هي مؤسسة اللي فيها الريع وفيها الامتيازات وفيها كذا، وهادشي ماشي كذوب، هادشي فيه نسبة كبيرة من الصحة أنه هذيك المؤسسة ديال البرلمان واحد العدد كبير كيطلع تما باش يضمن المصالح ديالو، باش يدافع على المصالح ديالو، ماشي على المصالح ديال الشعب، ماشي على المصالح الناس اللي تاقوا فيهم، ياك؟ واحد العدد كبير كيطلع باش يقضي المصالح ويحصن المكاسب ديالو الشخصيه، وكاين امثله كثيره ومتعدده، والتاريخ بين على ان واحد العدد كبير داخل هذه المؤسسة قدرنا نتوفقوا إلى حد ما، وانتم عندكم الحق ديروا هذا التقييم، وكذلك كنعطيو الحق للمركزية وجميع الأجهزة النقابية ديالنا دير هذا التقييم. هل الفريق الكونفدرالي، مجموعة الكونفدرالية داخل مجلس المستشارين حافظت على الوجه الحقيقي ديال الكونفدرالية الديمقراطية الجمهورية؟ وهل فعلا هذوك المنخرطين والاجراء ديال الكونفدراليه والاجراء عامه كيلقاو يعني هذاك الفريق كيعبر على المشاكل والهموم ديالو؟ هذه القضيه كان حنا كنطرحوها للاخوان فيما مشينا، كنطرحوها للاجهزه النقابيه دير تقييم، وكنتمنى انه يكون تقييم اللي يدفع العمل ديالنا الى الامام. فالصعوبة ديال الاشتغال ديالنا غادي يمكن اخواني يطرقوا لبعض الاشياء، الوقت شويه ما كيسمحش لينا انهم يجلسوا كثير، ولا عارفوا القطاع الخاص والالتزامات ديال الاخوان والاخوات، ولكن حنا مستعدين كما كنقولها للاخوان في كل القطاعات المنظمه في واحد السي دي تي في العلاج في المدينه مجموعه منفتحه. بالعكس حنا كنطلبو من الاخوان، لان هادو حنا اربعه ديال الاخوان، جوج الاخوات وجوج ديال الاخوان، ما عندناش المام بجميع المجالات، حنا غير مختصين بجميع المجالات، وهاديك البرلمان فيه جميع المجالات، المشاريع القوانين ديال كلشي كدوز داك القبه، وبالتالي حنا محتاجين اكثر منكم، محتاجين الخبره ديالكم، محتاجين انكم في جميع الملفات
الى جهه نظر العريش والسكان العريش غادي يقطع عدد كبير ديال الملفات ديال الفساد. هذه الملفات ديال الفساد علاش كنقولوا خصنا نكونوا متمكنين فيهم؟ لانه ملي كتكون كتحاور مع شي واحد انت عارف عليه انه يحمي الفساد كيكون ضعيف قدامه. حنا ليبر كرشنا خاويه كما كيقولوا كنقولوا بحال السبوعه قويين حيت حنا ما كنطلبوا حد ما باغي نتيز من شي حد ما باغي حتى حاجه. حنا باغيين الحقوق ديال الاجراء وباغيين بلادنا ياك نديروا فيها يد الله. كيف يمكن تقفز شي خطيوه الى الامام؟ لانه مع كامل الاسف جميع المؤشرات كتبين ما قليل جدا اللي باغي الخير للبلاد. كل ما كتطلع لواحد المستوى كتشوف السياسات العموميه كيفاش كتخدم كتزيد تيأس. حنا ما كرهناش حنا نكونوا يعني متفائلين ونجيو يعني نعطيكم شي حاجه باش تفائلوا بالمستقبل وكذا، كلشي كيعيب علينا هادشي، ولكن الواقع راه هو هذا. انا الى عطينا التجربه حنا يمكن تزيد نتشائمنا ملي وصلنا لهاد المراكز ديال القرار. كتزيد تشائمي انه كتشوف امورات ما يمكنش تسير البلاد القدام، ما يمكن لينا تعكلنا. ما نطولش على الاخوان سامر مباشرة، يمكن تسمتوا عليكم ديك الساعات واحد بواحد ما عندناش إشكال. نعطي الأخت رجاء و حساب وهي مناضلة كونفدرالية اللي تشوف التلفزيون اللي كدير، ولكن في الجلسات اللي كتكون سرية ما كيعرفها حتى شي حد لجان، واعتمدوا على أنهم لجان مش غادي لجان تكون سرية باش ما تعرفوا أنتم شنو كنديروا باش ما يعرف الشعب شنو اللي دات في داك الشيء. حنا غادي نحاولوا مستقبلا كيفاش هاد السريه اللي كيتحاكم بها الاخ حسان، لانه اول مره كنخرجوا للعلن داكشي ديال التقاعد كيفاش كنا كندازوا مع الوزاره باش نمنعوهم يدوزوا داك القانون. خرج فيديو مصور كيسجل كيفاش كنحتجوا على دوك الوزراء ما خليناهمش يدوزوا داكشي. وبهذاك الفيديو دار انذار الاخ حسان لاول مره في تاريخ المؤسسه التشريعيه البرلماني كيعطيوه انذار. ودابا المتابعه ديال الاخ حسان التسريب ديال لجان تقصير حقائق داخل في اطار الضغط على المجموعه، وخصهم يسدوا لنا فهمنا. حنا ما عمرنا غادي نسدوا هذا الفهم، لان رب سبحانه وتعالى قال لهم باش نهضروا غادي يبقى نهضروا حتى ضد يوم القيامه. اللي بغى شي حاجه الله يعاونه. حنا كنتمناو نتمنى نبقاو كذا غير المستوى خارج المؤسسه مبدئيا حتى المعرفه هذه حتى ليا الله. شكرا جزيلا.